باسم رب العالمين بده يطلعوا براءه. امي ليش انت من فرشتك؟ سمعت شو كنتوا عم تحكوا مع بعضكم. اخوكم وين يا بنات؟ صحي ماما، وين خالكم مريم؟ قولوا وينه كمان؟ يعني ها؟ لك يعني ها؟ نعم مرت عمي. احكي لي انت لشوف. لانه بناتي مصممين يخبوا عني. بس انا سمعت كل شيء. احكي لي. صحيح هالحكي؟ صحيح ابني كمال محبوس؟ امي مو بالحبس. ليلى مو محبوس. في قضية كبيرة صايرة على الحدود وهو عم بحقق فيها. امبلا محبوس. انتوا قلتوا محبوس. ليش؟ ولك ليش محبوس؟ ليش؟ مرت عمي هو في مشكلة كبيرة؟ ايه بس بإذن الله رح تنحل. انت كرمال الله يا حشي. دهيله. لك شو ادعي له؟ لك شو ادعي له؟ معناته في مشكلة. مشكلة كبيرة، لك فهموني بوزيدكم فهموني، والله بغضب عليكم. فهموني. مشان الله فهموني. ابني أنا ليش محبوس؟ ليش محبوس؟ ليش محبوس؟ ليش محبوس؟ ليش محبوس؟ يا قولي بالك أمي. كلياتنا متأكدين من براءته ولازم نثبت هالشيء. قولي على قامتي. بس أنا بعرفه لابني. على قد مو قلبه طيب، على قد مو قلبه طيب، يمكن يكون متورط بشي شغلة. مشان هيك ما لازم نتركه. يا لطيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين أهلين نضال، شلونها؟ كيفك رؤوف؟ أهلين. شفت على المصيبة يا نضال؟ إيه. كمل. لا تسكت. أنا بعرف كل شيء. وما كان لازم تخبوا علي. لأنه ابني أنا بعرفه منيح. عمره ما بيعمل غلط. مزبوط. والله ما بيعمل غلط. مزبوط هالحكي ما في منه. كمال ما في منه. أهلي ضال شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. سافرت فترة كملت إعلام. وهلا كمان جاييني عقد شغل ويمكن أرجع أسافر. إن شاء الله موفق. طول عمرك انت وكمال شاطرين. بس ولي على طولي ما كمل دراسته لانه اشتغل بعد ما توفى ابوه مشان يصرف علي وعلى اخواته. يا ريته كمل دراسته وما اشتغل هالشغله اللي كلها خطر بخطر. يا علي يا طول. طن كلياتنا واقفين معه ان شاء الله بيطلع منها. انا وكلت له محامي. محامي مهم كتير مع أني بعرف أنه بريء ومستعد أحلف على المصحف على هالشي. حتى لو متأكدين من براءته ما لازم نترك الأمور تمشي هيك. بكل الأحوال كمان أنا وكلت له محامي. نضال ما في داعي للمصاريف، بعدين شغلته بسيطة ومحلولة. إذا مشان المصاريف ما في مشكلة. يا أبي الله يرضى عليك، الغاية منها مشان ما يتعارض شغل المحامين مع بعضهم. هنيهال كيفها؟ الحمد لله الله يرضى عليها. الله يرضى عليهم كلهم. يلا عن اذنكم. يلا امي. لك ايش ويلا؟ والله ما قدرت البس لك امي. رجعي مالهم حامليني. مالهم حامليني بنوم. روحي انت. روحي. انت ونهال واتركوا الاولاد عندي. انت ما بتنتركي لحالك لنترك الاولاد عندك. خلص انا بقعد معهم. انا جاهزه. نهال روحي انت، انا رح ضل مع امي والاولاد. ليش هيك طالعه؟ شلون طالعه؟ لك روحي حطي شيء على وشك، معقولة هيك رايحة تشوفي جوزك؟ لك أمي ليش هيك حكيتي معها؟ خفي عنا للمخلوقة، الله يكون بعونها. ولك تتحسوس شوي، رايحة لعند جوزها على الحبس لسه ما مات، طالعة كأنها رايحة على عزا. بعيد الشر، يخرب بيتك على هلسان. لك شو هلسان هذا؟ العمى ما أطوله. يارا نايمة ما رضيت تفيق معي. ليش بدك تفيقيها؟ إن شاء الله بدك تاخديها على السجن كمان، طفلة هي. روحي أنت ورؤوف وشوفيه وطمني عليه. إيه ماشي، بلكي إن شاء الله كمان رضوى بتجي معنا. رضوى ما رح تقدر تروح،
عم تستنى ابنها يجي من المدرسة. روحي انت اتكلي على الله. ليش عم تحكي معي مثل مديرة المدرسة؟ افيا سلميلي عليني. ها سلميلي علي كثير. روحي. شو ماما انا لا حبيبي ما رح نترك تيتا لحالها. يلا امشي لغير لك يا رب تطلع فيه. يا رب تطلع فيه. سلمته لك يا رب يا سلمته لك يا رب العالمين. يا خفي الالطاف يعني واخرت حبيبي. ما بعرف يا نهال الشغله معقده كثير. كمال انت بريء وانت نظيف وفتشت منيح وانا اصحك. شو حكينا هذاك اليوم رؤوف؟ اياك تجيب سيره قدامهم او قدام اي حدا انك كنت عندي. مو بس هيك انا مرقت الشحنه يا رؤوف وانت بتعرف انه خالد موجود وهو ما موجود والزلمه انقتل بنفس اليوم. يعني الشغله مشربكه. برد بقول لك اذا كلامي بفيد بالموضوع هلا بقوم بحكي. بس لمين احكي؟ عود اذا حكيت ما رح استفيد شيء بالعكس رح تعلق معي. انا مستعد اعمل اي شيء لحتى اساعدك. فكرة خير وبركة. قولي لي امي كيفها؟ يارا ليش ما جبتيها معك؟ ما خلتني امل قلب لما تجي لهون وتشوفك هيك. من امل شو اخبارك؟ حبيبي الكل منيح وكلنا ناطرين رجعتك على البيت. وراح ترجع على قريب ان شاء الله. كمال انتوا شو كنتوا عم تحكوا من شوي؟ انا ما فهمت عليكم. هلا طمنيني صحة امي كيف؟ ليكون تراجعت بعد ما سمعت بالقصة. الحمد لله منيحة. هي تعبت شوي. مرت عمي مؤمنة. ولأنه بتعرف إنه أنت مستحيل تغلط بأي شيء لسه ما أثرت عليها الحمد لله. ما فيك تجيب أمي زيارة خاصة مثل هيك؟ أنا طلعت موافقة له ولأمال وكان لازم يجوا معنا. بس المشكلة يا يارا لوحدة بالبيت ما في حدا يقعد جنب منها غير رضوى وكمان ناطرة سامر لحتى يرجع من المدرسة. ما هيك نهال؟ حبيبي إن شاء الله بترجع لنا عن قريب وما بتحتاج إنه حدا يجي لهون. إن شاء الله إن شاء الله. إذا بتريدوا انتهت الزيارة. يلا يا جماعة. يلا ما حلو قدام الزلمه شبكه و... نهال خاطرك كمان سلام. حيا نهال. انا محطك بالصوره مشان ما تتفاجئي وتغلطي قدام كمال باي شيء. ليش؟ في شيء غير اللي بنعرفه نحن؟ في كلام كتير ما قدرت احكيه قدامهم بالبيت. ليش؟ لا تضايقي روحي. رح هدي شوي مشان نحكي. اسمعيني منيح. كمال مشكلته كبيرة كتير. وكمال حكمه أعدام. روحي. روحي. عمل لك شوي شوي. شو بكي؟ أنا عمل لك مشان ما تتفاجئي. ليش حكم اعدام؟ يعني شفت تهريبه بيطلعوا في حكم اعدام؟ ليه؟ لك يا عيوني مو شفت تهريبه، هالشفت التهريبه اللي عم تحكي عنها هي مئات الكيلوهات من الحشيش. عرفتي ليش؟ فانا عامل لك هذا الحكي الله يرضى عليكي، ما بدي انزل قدام كمان. لا رؤوف مستحيل، كمان مستحيل يعمل هيك شيء، مستحيل والله العظيم الحكي مو صح. لك يا عيوني الله يرضى عليكي، انا عم اقول لك هذا الحكي مشان ما تضوجي. ما بدي احكي تتكلم. مريت ومشيت بأماكن بعرفها حسيت غربي لا ما في يوصف نفسي العيون بس وين نظرات الدفى نفسي العيون